أحدهم يسأل أنه طلق امرأته وهو في حالة سكر، إلا أنه يقول أنه كان في حالة سكر شديد وكان يتكلم ويعي كلامه، فما حكم طلاقه؟ هل يقع؟ هذه مسألة. والثانية، الثانية ممنوعة؟ لا، في نفس القضية، ماذا يجب على هذه المرأة المطلقة وما هي الأحكام المتعلقة بها؟ نعم، طلاق السكران فيه خلاف بين العلماء، فمنهم من يرى أنه لا يقع ومنهم من يرى أنه يقع. ومثل هذه المشكلة التي ذكرت، لأن الرجل هذا سكران لكن يعي ما يقول، تقول أنه يعي ما يقول، لا بد أن تعرض على المحكمة، لا بد أن تعرض على المحكمة. إلا إذا كان هذه الطلقة الأولى أو الثانية فيقال للزوج راجع درءا للشبهة، يأخذ بالأحضر درءا للشبهة، وإلا فلا بد أن تعرض على المحكمة لأجل أن يحكم القاضي بما يرى. يا شيخ، المسألة الثانية، إذا وقع الطلاق، إذا حكم القاضي بوقوع الطلاق، إذا حكم بوقوع الطلاق فإن المرأة تكون إذا انتهت عدتها تكون حرة تتزوج من شاءت.